أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الفعل والقول والهدى والنية، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل أمورنا وأمور المسلمين كلها سهلا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. اللهم استخدمنا لدينك ولا تبدلنا واجعلنا للمتقين إماما. قال المصنف رحمه الله تعالى وجميع مشايخنا رحمهم الله تعالى: أقوال بعض الأعلام المعاصرين في الأشاعرة. أقوال بعض الأعلام أعلام تقاركود ورهيدود أما هذا اللقود أعلام تسوء المعاصرين وقتي النول أمجوغة في الأشاعرة أشاعرة لحدود هذين وراهدا أما هذا اللذا إكليهين ضدك أهل العلم هو وين هذا حلق النول أشاعرة قليهين أهل اللذا إكليه لهذين عليكن محلها وأغواشا ميشي. لقد أذنبنا أن نقوحا كفرق دارين وكو هذا البضيني بذكر أقوال العلماء علماء أقواش وذا الشيقيد يدا إيان كفرق داراني علماء السؤال المتقدمين هرية والمتأخرين يكوي دنبي التي أقواشا سوى تفيد فإذينيسي قصر مصطلح أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة متكيسا لقوه الشيء لقابين تيسا على الأشاعرة أشاعراء والما تريدية وأهل الحديث لقو قابي آدو حان أقوها فرق داراني وهذا كان كبضيني نقوشي علماء سلفا وخلفا إلى هايين وتلماميسي مقع أهل السنة والجماعة إنو كقا ميها الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث. وإليك أدق إقدون الآن هاتا ضعيفة كوحبا إقدون وقبصو ومن نصوص الأعلام ذاتك أعلم يدها بنديرها مبورها وكالتو نصوص تودا أعلام تاسو المعاصرين وقتها النول ممن نقول إليها أعلام تاسي أسألك قاضي مسلك أهل السنة. أهل السنة مرين كودا قاضي أو أشاد بفضلهم فضل جودنا كريه عليه وفضل جودنا كريه على أمات كي. قال الشيخ الداعي حسن أيوب حوير حفظه الله تعالى كتاب كسلقوم بعض تفسير العقائد الإسلامية صفحة الله بغل سجاشني سجال. وحوير أهل السنة أهل السنة هم أهل السنة أبو الحسن الأشعري ويو أبو منصور الماتريدي ومن وادول سلك قاضي طريقهما مرن كودا وكانوا وحيا هيا يسيرون إلى سعدان على طريق السلف الصالح سلف كيقمنا مرن كودا دشيس في فهم العقائد عقيدوين كلا فهمدو ذا لحلنا إكو قادان. وقد جعل القرآن قرآن كان وحي كيالا الكريم أصوبا المنهلا مكانو هلا أي كيالا مكانو هلا مكانو وراب وأيها أي كيالا العذب معان الذي منهل كاسو يلجؤون إليه حق سعيد الضمان في تعريف عقائدهم تعرف عقائدهم عقيدوين كودا لبرشادة لحلو ذا يقود المان فكانوا وحي هذين يفهمون من الآيات القرآنية آياتها قرآن كاللون سبي حقو ذا إني كفهمان مسائل العقائد عقيدوين كمسألوين كودا وما أشبه عليهم منه حاولوا فهمه ما أي الذي كي أشبه اشتبه عليهم دشو ذكره قلاؤ منه قرآن كحقي سكاء هذين حاولوا فهمه وحي اسكد يهيان ما قال لقرشديسة بمعنى لقو قرتو ما قو توحيه أي أغيسين يسام أوحيون يسو أساليب اللغة لغة هباب كيدو أي أوحيون هيان ولا تنكره العقول وعقليدنا إسان إنكرين ولغة عربية قابك الله استعمال أي ضرق يدو وحا أي أغيسين يسو أي أكاشن هيان وحي اشتواه كقلا عقوشنا إسان إنكرين فإن تعذر عليهم دشو لهدو كعذرتو ووحي اشتباهها كقالي إن أي اللغة دي أصاليبتي هذا كفهمان معنى عقلقنا أسنديدين هدي سوروبي ويسو توقفوا وإستاقه هيان وفوضوا إلهي أينا معناها نسكا أدين هيان. وقد سمي أتباعوا أبي الحسن الأشعري وحالقوا مقعابي بالأشاعرة وأتباعوا أبي منصور الماتريدي وحالقوا مقعابي بالماتريدية. أهل السنة وحويري وحاين إيهين وادتكاس شأن يقولون أوحى وياه القرآن كأني مصدر كوثيقة هو يعسكنها يعني إنه نقض القرآن ك طريقة دي سلفنا إن يكون مران عقيدوين كفهم يقولون القرآن كان أوحى كيا لأن منهل ما كانوا هلا
meesha markaa laga cabo oo laga dardurto macaan qur-aanka ay ka dhigeen oo ay u baxsadaan caqiidooyinkooda barashadooda ay ugu yeeshaan waxay ahaayeen ayadaha qur-aanka masaa'ilka caqadiga inay ka qaataan wixii iyaga dushooda ka dhex galay oo ayadaha qur-aanka ka midana waxay isku dayahayeen inay fahmaan ay ku fahmaan waxa uu waxyoonahayo asaaliibta luqada carabiga caqliguna uusan difiraynin haddii suuragal ay noqon weyso luqadii macna munaasib u ah kelimadan in loo adeegsaday in la waayo oo ay suuroobi weyso in la helo way istaagahayaan ilaahayna macnaha u deynahaya naska atbacda abulxasan alashcari ashaacira lagu magacaabo atbacda abu masuur almaturidiina waxaa lagu magacaabo almaturidiya waqaal ustaadu daaciya saciid xawa wuxuu yidhi raximahu llahu tacaala kitaabkiisa uu ku magacaabay jawlaatun fi lfiqhayni alkabiiri walakbar wareegidyaalo ama meeraysiyaalo oo labada fiqi dhexdooda ahaaday alfiqhu lkabiiri walfiqhu lakbar waayaha fiqhu lkabiir caqiidada miyay ku magacaabaan fiqhu lakbarna waxay yidhahdeen maalan tasawufka oo kaleeto koo wuxuu yidhi ina lilmuslimiina muslimiinta waxaa u sugnaaday khilaala alcusuuri casriyada dhexxayaalkooda a'imatuhum imaamyaalkooda ayaa u sugnaaday muslimiintu uu qaada la soo maray dhexxayaalkooda waxay ku lahaayeen dad hormuud ama hogaamiyeyaal diineeda fi lictiqaadi ictiqaadka dhexiisa ugu ayma ah waa a'imatuhum ayay lahaadeen fi lfiqhi fiqhiga dhexiisa ugu ayma ah waa a'imatuhum waxay lahaadeen imaamyaalkooda oo fi tasawufi tasawufka iyo wasuluuki suluuga dhexiisa ugu imaamyaal ah ilaallaahi ilaahay intii ka loo sacyiyo loo socdo caza wajal fa a'imatuhum muslimiinta imaamyaalkooda fi lictiqaadi ictiqaadka dhexiisa ugu imaamyaala ka abilxasan alashcari wa abi mansuur almaturidi waa abilxasan alashcari oo kale abu mansuur almaturidi oo kale imaamyaalka xagga caqiidada wa haa-ulaa'i kuwaani wa amhaaluhum ragga la ayniga ah kullun mid walba fi ikhtisaasihi khaas noqoshadiisa dhexdeeda ahay xayu meel sabata naqlu soo guurin ay sugnaato canhum xaggooda laga soo guuriyo hay qadama asfa fahmin lilkitaabi wasunnati qadama waxa uu qadimay asfa fahmin fahmi midka ugu saafisan lilkitaabi kitaabka iyo wasunnati sunnada la fahmo ama ayuu ugu qadimay sunnada iyo kitaabka min thama sida daraaddeeda ajmacat alummatu ummaddu waxay isku waafaqday calaa ictimaadi aqwaalihim a'imada oraahyadooda cuskashadooda korkeeda oo qabuulihaa wa calaa qabuuliha iyo aqwaasha la aqbalideeda korkeeda fii khidami itijaahaatin itijaahaad moolalkooda dhexdoodana laga cuskado oo laa tucaddu aan la tirinaynin oo walaa tuxsaa aan la koobaynin oo min alitijaahaati ahay jihooyinyaal ah albaadilati ee baadil ah azaa'iqati ee iilan minhaa waxaa ka mid a itijaahaadkaas baadilka alladii itijaaha ayaa ka mid a oo maata dhintay oo minhaa waxaa ka mid a alladii itijaaha oo laa zaala xayan mid nool inuu yahay aan ka zuulin wuxuu leeyahay dadka muslimiinta waxay iska lahaayeen waqtiyadii lasoo dhaafay imaamyaalo caqiidada hormuud ugu ah imaamyaalo fiqiga hormuud ugu ah imaamyaalo xagga suluub iyo tasawufka hogaan iyo hormuud ugu ah fa'imatuhum imaamyaalkooda muslimiinta imaamyaalkooda fi lictiqaadi ictiqaadka ugu imaamyaal ah ka abi lxasan alashcari oo kale weeye wa abi mansuur almaturidi oo kale weeye wa haa-ulaa'i a'imadan iyo waamhaaluhum ragga la ayniga ah kullun dhammaan fi ikhtisaasihi kulliga ku khaas noqoshadiisa dhexdeeda xayu waa yahay xayu meelna uu ku khaas yahay sabata uu sugnaado anaqlu soo guurin canhum ayaga xaggooda laga soo guuriyo mid walba ikhtisaaskiisa cilmi aada iyo aada maaragtay gaar uu ugu yahay ama ugu takhasusay haddiiba ay sugnaato naqliga xaggooda laga soo naqilahayo waxaa khaas ay ku yihiin mid walboo ka mid ah raggaa ikhtisaaskiisa xayu sabata naqlu canhum qadama mid walba wuxuu qadimay asfaa fahmin fahmi midka ugu nadiifsan lilkitaabi kitaabka iyo wasunnati sunnada ayuu u qadimay kitaabka iyo sunnada wuxuu u qadimay fahmi midka ugu saafisan ama ugu nadiifsan wamin thama sida daraaddeeda ajmacat lummaha nin walbo ragga ajilada ka mid ah oo cilmi ku takhasusay ama caqiidadii ama fiqhiga islaamka ama suluugii mid walba oo ku takhasusay marba haddii naqliga laga soo guurinayo sugnaado naqli huban uu noqdo mid waliba waxa uu sameeyey fahmi midka ugu saafisan ayuu kitaab iyo sunnada u qadimay min thama sida daraaddeeda ayaa ajmacat lummatu ummaddu waxay isku waafaqeen calaa ictimaadi aqwaalihim a'imadaas mar haddii la hubiyey nin walba kitaabka qur-aanka iyo sunnada rasuulullaahi maxamed fahmi midka ugu saafisan inuu u qadimay oo juhdi midka ugu fiican uu ku bixiyey ummadda maxamediyada waxay isku waafaqday aqwaasha a'imadaas in la cuskado iyo in la aqbalo
في خلق خضم اتجاهات اتجاهات مولال كودا اي هيرر كودا دخلودا ايا و خول ليها اسغا وافقين او ايمداس مر ولبابا عصورتودا وها كسغنا مبتدع اد ياد وحرفد يقاناه اد حرفدود او هرس ريسو مركا ميلها اي ربانا ددك او جهينهايا اتجاهات كاس مركا مولالكا ايغو ايمدو كو دخجرا يا ميد ولبا عصرغيسي لخشاي او اتجاهات كاس خدمتودا لغلا بخاي اتجاهات كاس لا تعد ان لا تيرين او لا تحصى ان لا تركوبين وهاد ميلا فولكا لا سارو ايو دعاوية إرشادات يتلوين قلوين كان مبتدعات أي وطان أو موجودة أو كالتدسي آد يأد أفر بدن آد نوحوك بدن وصائل كأي آدك سنها يعني وحي وطان مكي الله فيريو أيا وحي نغضيان دادك الاعتمادية اللغة حوشو أغواشو دانا لغاتو وحا نغضي أي مداس علوم تا كتا خصوصي أو سيدا الله أغن سيدا نغلقونا أو سيقنا هذي اتجاهات كان موجودة هذا نحل هذا أيا لغا عسك هذي اتجاهات كاسو لا تعد أن لا ترينين ولا تحصى أن لا تركوبين ومن الاتجاهات الباطلة اتجاهات كسل إراد أن لهين أه الزائغة الزائفة حليا الزائفة إهدنا حليا عابي سادتك كنت المامن عابي نصغان يلا فعتو من كوين تلماميسا منها اتجاهات كاس باطل كا وأي ماذا لقد حشي لقد اعتمادي وأيقول لهم بدك نح مغضي نغضين الذي يحكم اتجاه ما تدنتين او اتجاهات مبتدعين كقار الى انسداد المعتزله وكلاته ادونك بعد راتك ان لا شيغين امان لاغو هين و نفع الله الموجيه يا كميده ومنها اتجاهات كا وحا كميده علماء اي كدح مقدونه marka ayagu ay kayf tiima hayno umadu daba galiisa ama laga cuskan hayay alladi itijaah ya kamidahu la zaala an kazul hayyan wa ka itijaahul mujassima wal mushabbaha wali wa baqi wa ana wa yahay usailka iyo waliba maadiyadka u isticmaalayo aad u xoogan yihiin marka qaar waxa laga yaaba in rag qaar qos xog la ka muuqato manhajka noocaas iyo mabda'a in la dirro marka itijaahada baadil ah qaybana way dhinteen qaybana waa baaqi mar walba iyagoo itijaahadkaas moolalkooda culimadu ku dhex jira yaa waxay ahaayeen dadka laga soo dhexusho la ictimaadiyo maqaalaadkooda wa sheekh saeed hawa rahimahullahu ta'ala huna ma shaana fi mu'dami ma kataba yaa waxa uu qoray badankooda inama yaqulu waxa uu soo guurinayaa khulaasata ra'yi al-imam imamka aragtidiisa nuxur iyo dulucdeedi ash-shahid hasan al-banna imamka wuxuu leeyahay hasan al-banna la yiraahdo asalahaana man kan la yiraahdo khan muslimiin loo yaqaan ay ka soo jeedaan ama ka abtirsadaan ninka qaba tarjumaadiisa wax badan way ka jiraan hada rag maratay ajillaha waaweyn ay soo barbaariyeen laakiin xogaa nidaamka xogaa siyaasadda iyo wixii la mid ah janjeer si xog loo ku sameeyay waxay ku xambaareen afkaarta nimankaas ay qabaan qayb badan oo kamid inuu safaf fogeyn meelaha qaar ah marka saciid xawaa ninka la yiraahdo inta badan maqaaladka uu soo xiganayo waa ninka shahiidka ah أصل من لغو مقعاوه مقالات كسي ماريخ كتاب كان قرسيد أصوى قادها يوم وهو موافق لما عليه سلف وركاسنا وحوا فقصين يهي سلف يخالف وحي كدر سقنا ديان ومن تنزيه الله تعالى إلهي لنزيد ساعة عن كل ما وحوا البلغ النزهو ما قال الله يليق به إلهي أن كهبانين سبحانه وتعالى وقال الشيخ سعيد وحوي رحمه الله تعالى أيضا المصدر السابق إسل كتاب كلفتيس لها جولات في الفقهين الأكبر والكبير والأكبر إسأل كتابك ألفتي سصحاب بقت ديانة حكيري وكما وجد في الفقه فقه قد حيث سأل الله جوها لي مؤلفون رجع حقري وكتب الكتب سأل الله جوها لي وكما وجد في الفقه فقه قد حيث أئمة سأل الله جوها لي وأجمعة الأمة ومضوا إسقوها فقضي على قبولهم لا قبلي دو ذكر كذا فكذلك سأل سكالته في باب العقائد عقيدين كباب كيس باب كباب كذا باب كقد حيث وجد أئمة يوم يالا لها لي وأجمعة الأمة ومضوا إسقوها فقضي على إمامتهم إمام ماذا ذكر كذا في هذا كان دحي سأيمان كيهين أشاني أشاني كان سيدة فقية لغوها لا يرغب علماها اللواء من أي أمضوا إسقوها فقير دمان وهي عبارات كي هذا الذي يسوي قرنها يعني نصوص هي مسائل كي إنيهين مسائل بيها كما دبعانا سيدة سأوكالة عقيدة باب كذا نوحا أي إسكالة هذا هاي رغب رجوغي له الله أقوان صدي رغب كما دميس اللواء من عقيدة كابي الحسن الأشعري ومصور أبي مصور لما تريد أوكالة وممن أيو كمديها شادة كوريا لي بفضل الأشاعرة أشاعرة فضل يقول درجة كوريا لا ومن المعاصرين علماء هذا الجوكت كم ذا وحكم ذا الشيخ الداعي شيخ يرها الأستاذ أبو الحسن الندوي كتاب كيس أكوما عبر رجال الفكر والدعوة في الإسلام فصفحة بغل صدنا يتضوى فقال رحمه الله تعالى وحير منوها بذكرهم سوى أشاعرة وحولي هي حسك سوى سرم مرنها يا كوريا لهي وحير خضع لعلمهم أشاعرة علمي قد وحا أخذوا عي ونفوذهم إيوه فافستودا اي فافينو ادونكو كفيدين
العالم الإسلامي عالم إسلامي أي أخو دعاء جلادي من أقصاه إلى أقصاه ما شو قدر رسل قبل الله إلى ذلك كلام ما شو قدر رسل وبفضلهم يجا فضل جودا مضناني شرفت ولا يا انتقلت قيادة العالم الإسلامي عالم إسلامي هو جامين تسوى وجرتي الفكرية قيادة ده صو مسكح اللون سبي كو يا وتو جيهه عالم كأولياء جهين تيسا من المعتزلة أي كسو جورتي مضنان إيه دذا الكورة سببت هذا أي واحد وسوا فرمانوجيا وحل يلا هذا قيادة الفكرية ذا أو معتزلة إن بدن أي يجوا عن توحكوا هي أم غضان على ولين هيين الشاعر أي كلاسو وركتو إلى أهل السنة أهل السنة أنت كأنا وأيها يجوسوا وركتي بفضلهم الشاعر مضنان تو ذا يقيمه هذا سببت هذا أي انتقلت قيادة العالم الإسلامي إسلام كعالم كيسة عالم كهجامين تيسة قيادة سؤال فكرية وتوجيه وفكر كله نسبة عالم كجهين تيسة من المعتزلة يجوس وركتو إلى أهل السنة يجوس وركتو شاعرة أيها كشقي المعتزلة إلا قفر مروجيو وجامين تبتك إسلام كأ وحجامين هي أم غضان حاجة فكرية هي حاجة مسائل كعقلية ذاها وقال أيضا سيدك لو حاول يدعيها صفحة بقول صدنا يسدها وقد صار الأشعرية أشعرية في طريقه وحي كوس عدن أبو الحسن الأشعري أشعري وحي كوس عدن في طريقه مرن كيس أي كوس عدن مجاهدا حاله دقلمها يوم مناضلا ودفاعا يوم مرن كحقا منتجا حاله يهمتك وحصوصارة هي لا يعبأ حاله سنء أبيالين بما يقال فيه كو وحد حدي سألقوا لي هي مغالات يا دعياتها لقفلها في دينها يوم أسألون لجل غسينين ومن حاله فميسين هي بأنه إسقه هو الطريق إنه يها الذي طريقه صو ينفع الدي الذين ضد كان فعه هي في عصره وقت يسجوجا كو ويرد إلى شرعتنا أعلنها هي مهابتها هي مدها وكرامتها هي كرامة ذا ويحرص للناشئة بالشدة عرنا يسوق عيسنا إلى لنا هي دينها دين كذا وعقيدتها حتى استطاع إلى أولي بعلمها غنتسا المتواصل حيرة وشخصيته هي قفن مديسة القوية حوجا وعقله هي كسم مديسة الكبير أوين وإخلاصه يدر النادي سأن نادي آت كوير صو كلام له لا يرتهي أن يرد إلى أول إنه علي صيل الاعتزالي اعتزال كذات كيسة والتفلسفي يا فلسفة دوحوا لي ذات كذا إلى دفاعي ذات كاسو الجاري في حاقة وهو المسوق جار حاقة الذي ذات كاسو كان ها يتهدد الدين الدين كإنه يقول قلوه وهنجبه ويثبت كثيرا وحبذا ويا هي او من الدي من الذين كوي كمدا ويا هي ان اسقه ايو هذه اقدامهم تزلزلت اقدامهم جمدهم اي قلقشين وضربت عقولهم عقوشودنا اسبران برتي وعقائدهم عقيدين كودا وان يوجد في اهل السنه اهل السنه دخلوا ثقه انو كبيره كلسوني او جديده العصوب عقيدتهم عقيدتهم اي كلسونيهم ابو الحسن الاشعري يقول لها طريقتيسا علميه هو ساميه ايو كسوده يسن كلهن isagoo la dirray aadada islaamka dhamaan difaaca iyo manhajka diiniga ah oo aqadiga isagoo wuxuu leeyahay wax soo saar sameynaya muqda ana u aabayeelaynin wax isaga laga leeyahay oo dacayada ah koow muuminan xaal u rumaysan yahay ayuu socday baanahu dariiqa ku socdo waa dariiqo inuu yahay alladi dariiqa soo yanfacu ladina anfa'aha yakuu fi asrihi waqtigiisa ku noola wa yurdu ila sharaa'ati sharaa'adana usoo celinaya mahabata sharaa'i wa sharaf bashiyo هذا شرفت دادا دين متلي كرين أيها الأول يقو قاطي وقال حنا مركز صباحي مركز صباحي دين تسلام كدادا أهل وهين هذا هرمود إسكادي قانا أم غضانا وحا صباحي ساشر عادي وحانا إهين إن أم غطو دادك الله لبسد الله نعبي السوء تواكا دادك الله دعاو الله دباتي وحال بنت الوكو علي إلى شرع عادة لغيها لي ومرتد وفاسق ومجرم حوليه سأل الله دعو دادك سأل الله غطو الله دباتي وفي اللوغي هين وأهل توحيدي وأهل سلادي وأهل دعاوي هاي مركي أي دعو داد سلاس أنق ما يعني هرمود دينتي أنق دان oo ay ula muuqdaan amada inay cala walayn hayaan ayagu hoggaan bay ka yihiin hada sharaaci waa heeba beelaysa waa muqaal xumaanaysa aad loo dhibsanahayaa in badan oo kamid hadda diinta islaamka dadkii rabi lahaa oo maxaasinteeda markay ay maqlaan hunguri ka qaba waxa dib ugu celinaya waxa ay noqdeen dadkaas diin inay matelayaan soo muujinaya dhibaato ay ku hayaan muslimiinta guud ahaan iyo dadka kale to qaab dhaqankooda wuxuu soo celiyay in laga shakiyo diinta islaamka la yiraahdo hadii diintu ay tahay nidaamka noocaas ah mid xambaarsan ma wadici karto wax lagu noolaan karo inay tahay isqarxin iyo rafaad iyo dib waxa wax sida mar haday taago walaal diinta waan qaada laha sheekada hadda Sweden tas jira rag kamid ah rag xamar joogi jira kamid ah laha waxa maratay anaga caqabad nagu noqotay dacwadii ina shiga diinta islaamka in badan dadkii iyagoo aad ugu hilowsan akhlaaqiyadka san oo diintu ay xambaarsan tahay markii loo sharxo
هذانا واحد يكلي هنا ده سو دين تو أمر ما يسوي أنا أسخر حيوم هذا كوسو بيرو ما سورة قال ما هنن قاتو عن أتقان ونفتي أنا هلقو ما يلي كرو هذا هو الدين تدان قاتو يقول لازم يسوي هذا بقى يقول لازم يسوي هذا غاب كرجاس يكون رغم هيا أنا وحب الله قات يا الله أركين ويا غاب دين تسلم كلا جهلا يكتر جم هيا وأنا غاب خضير أهو مركز تو مركز مبتدع أي نقطة أي فرصة هلان مقالك الدين كي يهوي الدين تو وائل نتاع يردوا كان مركز أبو الحسن الأشعري isagu aaminsan inuu yahay dariiqa uu ku taagan yahay dariiqii dadka xilligiisa jooga anfacayo oo yaridu ila sharaacati sharaacada u soo celinahay mahabataha himadeeda wa karaamataha iyo karaamadeeda oo yahrusu ilaalinaha iyo linaashati jiilka uranahay oo soo baxay u waridinahay diinaha naashada diinkeeda oo aqeedataha hatta sadaa abul hasan ila uu awooday bi ilmihi aqoontiisa al mutawasila ee xiriirka wa shakhsiyatihi iyo qofnimadiisa al qawiyati ee xoogan dhaif iyo geed daqan muxuu waxba galo xuma galo diin waxba ma galo إلى أكو أولي وعقله الكبير قرشدي سوين وإخلاصه النادر يدر على نمدي سآن أيضاك للهلين إلى أكو أولي أن يرد إنه الدفاع عليه سيل الاعتزالي ضاد كمعتزلة يو التفلسفي فلسفي فلسفي لماذا ضاد كذا إلى أشكور قد هرستاجي ضاد كاسو الجاري في حاقة وحول البوكي ماذا حاقة أنت ما تقول قلي الذي ضاد كاسو كان هاي يتهدد الدين الدين كأنه قول قوله ويثبت كثيرا وأيها أن يرد إنه العلي وصيل الاعتزالي أو يثبت أوصقه كثيرا وحبدا أو من الذين كوي كمذا أغنتي سئي إخلاصي سئي قفن مدي سئي قيمة قل مدي سئي درعن مدي سئي وحاوكو أول إنه هر استهقو ذات كيم اعتزالك وعلن كي سؤاد وببنا هيا وحول بأنه حقا وقابيسنا يتفلسك ذات كيسا كون أغنتي سيسدوك لو حكو سورة قشدين أن يثبت إنه سوى كثيرا وحبدا أو من الذين كوي كمذا تزلزلت أقدامهم معتزلة يا فلسفة أفكارته ذا يدعى يده هذا ضد كسام وبيئه شافته ذا إني قاتن غرك وصاروا على سنة سيد جوران عجوه ذا يقول قشين أيه ضد نوع عصا أيه عقد دقي أغنتي سي إخلاص كيس ذلك كيس أو ضربت عقولهم عقلية ذا إس بران برين وعقائدهم يعقيدوا يكون ضد يقول قشين أو هذا الله خلق القرية أيه كسر بحر ربك بدبادي وأيه جدا إنه أهسيه أيه أغنتي سي إخلاص كيس كأودي في أهل السنة أهل السنة نحن ثقة إنه كأبو ركالسوني ثقاله جديدة عصب بعقيدتهم عقيدة الله كالسون هذا عقيدة الله في مرسوة أقوانا دي أدعو الله سوى وراء الله قبع الشيخ هذا مغالات كالسوق هذا كالي لقوه وراء أبو الحسن اللي شعي أدكو أبتر سنة يسو لقوه إذا هذا أدوار نوع عصب سكالها الدور نحاء الدين الآن يأتكو وافق ذي أما رقي أشياء هذا دين تسلام كالله آمين إن بدنا كميدا لقوه صوى بني ولقوه إذا وكالله أبتن عقيدة دي أهل حقه خبر دار هدي أتها شككم أجر إلهي نكو إلى اليوم مقية شك فربضان إنه قيلها يؤو وحي أدام سنة الله ذهر وحل الشيقة يأما يخجرانو وحو ما يشاء الدقنتها بره لغي قورة وهربا أرمو بيهاي لكن هدي أيضا عضينا تسيدان وكلا بحث تاريخي أن تاتسا ميشاء دوغاة علماء الإسلام كو حكي إذا هدى منهجك أدغبتو دقنان إيكال سوني بدان أدغبتو أدي يدو دقنت إن هذا لفعتك تولينكو هينين يا آتكو قوم وغاني سوان جزاهم الله خير الجزاء أبو الحسن الأشعري مركز ذلك أسميه xilligi sadadkii joogay in badan oo kamid oo gilgishay oo imaan la qarka u tagen Ilaahay waa ku badbaadiyay jiilalka anagu aan kamid nahay iyo wixii ka dambeeyay asaga iyo wax naga sii dambeeyaba dhamaan raadka uu u reebay ayaa aad iyo aad loo rajaynaya Ilaahay inuu ku anfaco oo uga anfaco mubtadiicada waqti walba joogta ay horarka ahoon qala sheekh wahabi suleyman gaawiji waxaasna uu yiri xafidahu allah ta'ala arkaanul iman kitaabka uu ku magacaabo safada todobaad waqad kaana awwalu man kataba qof qoray qofkii ugu horeeyay wuxuu ahaa fi usuli diin ورد هذا نعاب يشبهات أهل الزيغ إلى شذا أهل كذا وحيابها بهدها أو دليل كذا جايان خديه أو دعان دجاه كذا جاي في الاعتقادي اعتقاد كذا يسوي ولا جاه يشبهات كاسو هذه الإمام الأعظم أيوها قفك أجهر الإمام كي وينك بناء أبو حنيفة العمان المثابت رحمه الله تعالى الكوفي بطريقة النقل أو العقل نقل أما عقل لا بد ضمرين أيونا كدي فاعي أجهرين هذا نقل طريق سوى قراني حديث وياه إجماع عقل ونوى براهنتا قفل بكس مديس انت الهي ولا كيسي وهي هي وكدي رينها يا حجتا بيا كما دمعانك اهو وتتابع وحا ازدبقل اسرع رعاي الى الكاتبون ضدك وحكقرا في اصول الدين دينك اسالي سالحي سددك وحكقرا عقيدونك الى ان استقرت قواعدها الى وحولي هي اصوشا قواعد الى اي سكنات اصول الدين قواعد الى اي سكنات على يدي الامامين labadii imaam labadooda gacmood korkooda ilaahay ku sugnato alcadiimay ay waawinaayeen abi mansur al-maturidi wa abi al-hasan al-ash'ari rahimahumullahu ta'ala ilaa ugu dambeeyay labadaas nin wuxuu leeyahay isugu soo tuudan maqaalaadkiisa wabiqdaha oo ayagu qawaacid aad iyo aad u culus
يا ضوابط مفهومة دياريان يكون إلى الله يعني عقيدة سلف صالح. هذا هو شأن الأشاعرة. أشاعرة حال كذب وأمكن وضد مناضلين أو إلهي دينك سدفاع وقواعد وثيقة كدفاع مسادير ما يا ما أخذ كعقيدة أو يا قرآن كي حديث كي وياها إجماع أو يها يا براهين تعقلية له بيا كما دبعان كأ شأن أشاعرة وأنصرة قدرهم أشاعرة شرف كودنا واسدا عند المتقدمين والمتأخرين وما ذي هراء يكون الدنب أشياخ ذي هراء يكون الدنب أكتو ذا قيمها إكولا يهينا واسدا هدى أنصار شرحنا مركز سددك دينة إسلام كأتاقنا إلهي كم بدبادين يهين سيدا صلى الله عليه وسلم غيره وهذه تنهي هذه مكانتهم ومقام كودا في تاريخ تاريخ الإسلام مقام كإكولا يهينا ومد هدى أنصار شرحنا فلا ينكر فضلهم فضل أشاعرة ما هو إنكرها وجهادهم جهاد كودا إلا مكابر قف كبير وحلا يرى وكتم بدي وضدك أهل حقا حقوده أنا أقران وأقرا كبير وجدناها مية عدة فري كرتلا ما أركو أشاعرة إن يهين دور مهم دين الإسلام كدفاع إذا ينشر كذا يا سما تبحين ترى ضدك قاتين يهين تاريخ وسلاسي أمر خاتف فر عدة فري كرتا وقف كبير وحلا يرى وكتم بدي وحقائق أنا قرتو أن أقرا بسنين أنا هين لما سمع له يو ومهما بالغ البعض dadka qaar kood mar walba oo ay ku xeel dheeraadaan bil intiqaasi meel uga dhicid iyo nusqaamin minhum ashaaciira la nusqaamiyo wajahada fadlahum fadligoodana wuxuu leeyahay oo dafiro bilisaanihi arabkiisa ku dafiro fa innahu la mahalata shakila ana mudarrun waxa loo dhibaato gelinaya ila culuumihim qofka si kasta isu qaad qaada oo ashaaciira inuu wax ka sheego ama aflagaadeeyo ama waxan fiicnayn uu ku tilmaamo isku daya bilisaan al maqal arabkiisa iyo hadalada uu adeegsan in noqoto laakiin لسان الحال كيسو لكن هو موجنا يا قف كاسين وبه يا الأشاعرة سببته أجل الدين تان الإسلام كرجع هو وينه دراسات كل عد كم مرة موافق يا مخالف أنا لأرى كل قدر الأشاعرة هاي يعني كإمام النووي رحمه الله تعالى أمثاله إمام النووي رجع لا ينجح أكلهم الأشاعرة النووي لو يكتب كتاب كيس موافق يا مخالف با إني كفى لسان أو يوتان قف في مركز أشاعرة أي دعوة إنه أفلق الدنيا ما هو ضعيا يوحون وكش جوا على وجه نائب وكحم بارو لكن ديانة تاريخ مرنا أنت هسي ما عشكناه لسان المقال كي سينو كل دامو أما كيف لقاعد يوقف كي كل دير هذا باللسان الحال إنه كوا ما رأي حسب نغني سما دامه رجع نعاسها أعلام تودية معلومات كذي وبه يوم متضفي لكي هيو إذا ما من متعلم روحه حبرنا هي أو معلم أما روحه حبرها يا دم وجره إلا وهو متعلم أو معلم كعالة وحقه عليها عير كي هي على ما كي كركي ساثمرته أي من يسوى أنتجت وإدلسي غرائحهم فهم يذو ذا أهل السنة الأشاعر أفهمت ذو وحا إصوى سارتا وإدلسي أي الروح وليو الدين شاقنا هيا مدبرنا هيا مدبرنا هيا أي أباهين عير كففيسان هيا إكويهين وصدرت وإيديهم قعمه ذو أي قرآن وهل يستغني عالم عالم مكمار ما أو ضالب علم أما الروح علم هذين هيا مكمار ما عن كتاب فتح الباري الإمام من حجر العسقلاني مثلا أمثل وأن مثاليا مثلا مثال أولي لما من أصلنا ذا الحافظ ابن حجر العسقلاني الأشعري أو شرح صحيح مسلم مسلم صحيح شرح سقف مسلم أو حبرها يا وحبرها يا كم مرة أولي الإمام النووي رحمه الله تعالى وهما أشعريان بالتحقيق بهذه النصوص نصص يدا التي نصوص تاسو نقلناها أنه أن سوقوريني عن العلماء أن كسوقورينا ولا أمة أن كسوقورينا المتقدمين يهر مرة المتأخرين يكون يدنبي يا والمعاصرين أكو أنا جا نروح اللي جا هذا بالنار نقوشان يا نصوصان يا أصبح جليا مد عد أما في ذن حوليها وحكون نقضي من المقصود بأهل السنة والجماعة سؤالش الجواب تدي وحادي هذا يقول عضاتي نصوصان أن كسر قادنا يا إمام الإسلام كقاددي مدن محمدية آخر يدب يحتى هذا كون النار وحوليها نصوصان مد في ذن عد كن نقضي من المقصود هو يعد الولجه بأهل السنة والجماعة عد والله يسكننا من نبتو مقع عاصدتك إسكاله مقالاتك علماتها وحي كل إساء مرخاتي فرين إن يهين الأشاعر والما تريديها ومن ويلاهم أشاعر ما تريدي يعدي الحيرة وانضاف سنين أي ماذا مركا أجل هذا وحتى وهابي وحتى إسان كم باري بكاني كتبت هذا وذلك هذا الباني ابن باز أسكد ابن باز فتح الباري قيري تعليق يضا كفولا كسامينها هيا هوسط حريقي أنت وقري ابن حجر بحثي سيء معلوماتك وكسر بني كتابك غفل ما أدريني كان حد يقول لي هاي صدر يلا صدر في لقاعدة كوس قرتي هذانا إلهي كوف الضيحة يحتى دور مجلد إلى مجلد كسد حد مية مسافرات ما لها سبركو جارسية يقول لي هاي أنت سيدي بنت كري ويحتى لو يصير في لقاعدة إنه سيوضه وها هنا انتهت بنا الحوار ماشي أنا حركي أنا أقول لك
أشان حركينا قلنا ده ما دنا سيمو ذي كره وكتاب كا طباعة قاركود شن يتون مجلد قاركود إلى سديد تون مجلد معلومات كأنت هسلا كتاب كا قفك أود عدي جاي قفك ضعيف تنو ذي سيء حشاد الأنتي سوء كحم بارتي إنه يراه وأنصحه يقول يرى الضم حتى وأجراه يري الأخضاع العقدية في فتح الباري ابن حجر ما له أكوها دخل درمية ومسائلك عقيدة يا غرها يا بوق يا رفلادة وأوح عجيبه الله يا بدن رجع أجل ذا ولا أجي هاي معلومات يا كتب تسلام كأي قرآن موافق يا مخالف بعدنا إني سنكمل من الله إسكنا بنبه هيو هذا نبوق يرى ديارية وحنا لا كين قف قف غري كري ويا إنه قر هل بوق لي غير باري بوق يس أنت قرآن وحنا لا قف عن غري كريم إنه أنت كتابه ذي دب كفول كسم أيوه طبعا حرقيه تو قرآن حقا في الجدير وفقره وحشاد الآن يدين الآن وأنا وح موجينها يا مرولبا لما كاس أنا مرتي وين أنا باهين ينتك أهل العلم جاه يدين تنسلام خلاص سو جاري ها قول هذا نبي يسنا قولانين مركز طبعا مالد استاي كرام مال ماري كرينا أنا يهين بل هلا هلا وهبي هذا نن سلف قيمة له الله اعتباريه أمل اعتباريه إلهي دينك سلوا من أصابة نجان هلا هلا لما أنتود تد إلهي دين تنسلام كألا كجلي كجلي دباتي نك يقول معقول سنة ابن تيميه ibnu taymiyana ay madii asaatidadii xilligiisa noola dhamaan waxay qalinka ku duugeen fidnadiisa islaamka in laga xabiso xabsi ku dhintay halkaas lagu hayo ilaa uu nafbaxo tidaas qalinka lagu doogo qudada islaamka dhamaan ay waa ninkii ugu aqoonta roona ugu macquulsana waxa ta masailka qaar marka ku hadlay insaafkiisa ila xad la yaabay suragaas ay uga durugsan yihiin xagga tasawufka iyo suufiyada oo kale marka ku hadlayo aad iyo aad iyo aad iyo aad iyaga laftoodu xitaa ila yiraahdaan أشوف هذا وبني آدم وما شاء أنت سأكون خلدنا غير شو سأكون خلدنا يومين عادي في يوم أوسان هين مركي أكون لا يسوفي يشان يقول قابك وجهد له هي مقامات كده سيد أقدرها يو يسيد أو احترامها يوم بدنا وكمل ذا نك أقول معقول سنة وانك هاس أو حديب أيضا على صحتك ولما ده الله سواق اللي لا قفك أقول ميزان كبدن لا إستجانا ضد كي كعسر جها أو تنظير مناظرات كلا سمية أو وحلي راه روان كثعلب لقدر دوعين تي سفرها بدن لا يو الضراب كي سفرها بدن لا إسبت بدليسة حال انتي اوايين خصب اي نغطي اي هذا نغفكا دا مركي لا دودانا واحو غران هيا انو حكا خال دينيهين حدا مركي فرصد اوهلانا وحي واوهد هيا مد دين هيو غالم كي يكود دوغان غفكا سين اسلام كالاقا حبسو فكري جيسا سيو سان اوغو دحفافين سكالان اللوغا حفيد كارين اوغو دنبين حبسيقا دائم كا عمري جيسا اوكونا ميسا اوكود انتيو وانيك اوغو ميز انت كالانا وابدت صفحين هو ديجي عبيا انت كالابا هل غفا الغفا ربا لسوه لماي انت كالا وابدت اسلام كاد كالي دات كاين دباتيان او دعان او دلان taariikhdoodu ay ahayd haway yaraatay qof lagu faan aan la soo isay kariim hada dadka sidaas ah markii loo baahdo diin islaam iyo umurteeda waxay u baahan yihiin ajladii islaamka inay qoraladoodii wax ka soo tada fulan wax ka soo qaad qaataan dana dhinac kale waxay ka wadaan inay caayaan oo yiraahdaan waa diin la wayaal ashaacir ama waa gaalo ama waa maartay mubtadi'ali ama inay yiraahdaan oo maca dalika macluumaadkii asaatidadooda ay mar walba ka daba wareegayaan nusuusan wuxuu leeyahay anagu aan soo naqilay ولماذا أكسر قادم يا إمام المتقدمين يا متأخرين يا معاصرين تا وحوحهم وغلقوا ولا بقوا مسلم وقال نغنى هيا من اللي مقصود بأهل السنة والجماعة عيد والبحث كنا بنبط ما قعنا عاصوا يعد اللي نجده الله شاعر ولا ما تريد جواب كلام لها عيد اللي بدأ مركع وافق سنة ما قع سكنا بتا وحوم ما قع سيكون نغنى هيا كثوب المستعار وأنا فضيحه هي قف كاسون توه نغنى قبر اللي بسرقت سوق قشتي تراني ونينا نهايون نن أيان هايون مريها وتسوق جدا شاتي إسرائيل وتسوق جدا شاتي إسرائيل نقول نقدان إن مذوا وحكه صيام ملاذها وحي ما يهدي نقطه ده مريها وصوح حدا صوب حس إسكسيب ما جاء عمرك أهل السنة والجماعة اللي يري هذو ضدك إسكاله وضدك أي مذا إسلام كل ضمان إسلام رخاتي فرنا كن أشعريا وما تريدين أنت إن كنت تريد ما رتي أن تنضبق عليك اسم أهل السنة والجماعة ما جاء أهل السنة والجماعة إنه كود ضبل ما ماذا كوي على تو هذا رفت لقى مارمان وحائنا بيرسو جماعات كاس مال قارن كتاجنا ما وحنا نكمل سنة هاي هذانا أهل السنة والجماعة أنا اللي يده هذا تسمر خاتي ولا هو أيوة ومن أيها وحوليها أصبح جليا وح هذه من أيها وحوليها هذه جلي النقضي ومن هي الفرقة فرقة مدة أيتها الناجية أبد باريس المعنية اللي لجده بالنصوص الشرعية نصوص الشرعية في غدا أبد باريس الله قلت المام مدة اللي لجده أما أيتها هذا الله أنصوش أجن يصير تصوغ عدانيسا والمخصوصة بالهداية فرقه لو غوني يلي هنوسنان يا ونجاتي مد اي تاي من دون البريه مخلوقه انتو ذاك لك سوكاي وحي كعدانيسا نقوشا سو قادنا ان نصوص علمنا فكيف سيدابا يسوق لمنصف قف عداله سمينها يو غرسورهيا سبب دون مر او نكونيسا بعد كل ذلك
نقوشا يا نصوصا علماء دمان تتكذب إخراج الأشاعرة والما تريدية أشاعرة يا ما تريدية إن لقى سارة من أهل السنة والجماعة سيصح أن نقول إيسا أما ما المرء يدون مرسى أن نقول إيسا أقو قادم إيسا قف مسلم أو مصف أنه كوها ذاقو أشاعرة يا ما تريدية أو أيقو مقعي إسكالها شقاكم لها أن يقول يكا لا إسكاله مقعي رنيها إنه كوها ذلك كيف سيسورة قال يقولتها المتشابه عند سلف والخلف المتشابه المتشابه عند سلف سلف والخلف خلف أكثر متشابهة هذه هذاكني ما يتعلق به ومتشابهة والحكوصة بصنا سلف يخلف وحا متشابهة أكثر لقوي له يسر البعض قار وحي دائما هيا على تضليل الأشاعرة والما تريدية أشاعرية ما تريدية أو لو باري حكومة ضدك قار إيا لازمة هيا دائم ساسكوا لأن جمهورهم حايا لي أشاعرية ما تريدية معظم كوذو أجازة وحبنية التأويلة بشروطها أيون كبنية تأويل كالشروط ديسة في النصوص المتشابهة متشابهة نصوص سلحديسة أي تأويل كبنية التي وهي هي نصوص تاسوة تتعلق بصفات الله كسابة تعالى وينسى هؤلاء إكواني وحيها الماما هي أن جل الأمة أمد معظم كذو على مذهب تأويل إني هذين وأن جماعات جماعات أيها الماسيين ومن السلف كمذا قالوا به تأويل كني هذين ضدك إن دورها وكمذا أي أولي وحي كفر أدقهين أشاعرية ما تريدية إليهن ضد اللصن سابتنا وحي إليهن جمهورته هذا وحي مريان وحي ليه هذا التأويل أو تأويل كاسوليبة تأويل قريبة هو معتبرها شروط ديسة أفسرية هو ونصوصة متشابهة تأويل إني كمريان أو غيدا أي بادي أبو حكومة هيا أشاعرية ما تريدية هو نصوصة سوكو سابسا إلهي صفات كيسة كوا سلاء هذا الهيا وحي هالمنسيهين ومدان محمد ديالا معلم كيدو مذهب كا تأويل كإني بكسوغيهين جماعة سلف كمذا لفتو دون إني منهج كاس قبان أو إقاذين أي لفتو تأويل كاس تفصيل قال لي هذا أنت بدن خلف حوله عان كويه نما الله يقانه قال الإمام الزركشي وحول رحمه الله تعالى مبينا سوى عضينا هي المذاهب في المتشابه مرنا الإسلام كله يهين متشابهة كتاب كسل البرهان في علوم القرآن صفحة لبعض بقى الله بقى يتدبر حكيري مجلد كلام الله بقى الله بقى يتدبر حكيري وثالث كسد حاد أنها مؤولة طريقة سد حاد نصوص المتشابهة أي ما الإسلام كله يهين أنها مؤولة وإن تهمد الأولها يؤولوها ويأولين نصوصة على ما وجهك أولين يليق به ماغا يليق هو ما قب به إلهي قاد ما كهبون وجه إلهي كهبون مناسب أي كفسر والأول يعني مذهب الأخذ بالظاهري أول كأول جدا وظاهر النصوص إلا قاته باطل أول كوا باطل وحقب مجرا سلفا وخلفا نسك معناها كسو الدقدقها يو أنه وأنه غانو لفظي غان مألوف كيها إلا يرأ سيئا لو لجيدا وباطل والأخيران اللي بادا دنبئوه قول يرى معناها اي كي استاغ هيان اني عيانا قول يرى معناها اي عيانا هيان لغة عربية معنى مناسبة الهينا مثلا نقاد ما يكون عيانا هيان لماذا اخي مذهب وضنبه من قولاني ولا بلا سوقور يعني صحابتي صحابتي لغا سوقور تأويل يا تفويض اصحاب النبي محمد ولا سوقور هدي اتنا تأويل ايها ضدك سؤيهين اهل الباطل حتى وحتى اصحاب النبي محمد وحيا هيان اهل الباطل وكاسو رجل وين اكون فضوض هاي مرادي مبتدع مجسمة هاي اصحاب النبي انا وحابي اكبر لكن أنت هسي غفل وما مسلم هذا وحده دريمة هي صحابة النبي غفل كل حد قد به دين إسلامي نصوح وحبه هينين برهان الدين أزدر كسي وحوري وممن أيو كمبيدها نقيل عنه حقي سأتأويل لقى سوقوري علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام رقى تأويل كان لقى سوقوري وحكم ياسد علي وحكم عبد الله مسعود وحكم عبد الله عباس حبر الأمة وأعلامهم يرقى غير كذا كم بدأهم الإمام النووي رحمه الله تعالى عن مذهب التأويل الحكير مذهب أكثر المتكلمين مذهب التأويل ومتكلمين تبدن كذا مريق الطريق إمران وجماعات ومذهب جماعات وجماعات مذهب كذا ومن سلف سلف كمذا وهو تأويلكم محكي عن مالك والأوزاعي يا مالك أوزاعنا ولا قسوا قريا ولا قسوا قاضي انتهى صحيح مسلم شرحي سيكبر يا مجلد كل حد بقى صدني اللي حاد ما منوي مفهوم المتشابه المتشابه معناها لقى فهمها هيو وهي المتشابه معناها لقى فهمها هيو هذا كان محله هو مفهوم كبوسكيسي متشابه أرجاسي محو حيونها يا محو تلماما يا محو حبرسيه قال تعالى إلهي وحيه هو إلهي الذي وإلهي أنزل عليك دوشا الكتاب كتابك كدجي منه كتابك أي كم دين آيات آيات ومحكمات الله السجية ومعنه ذا البيانية والعدية مقدوس كجرين هن آياته أم الكتاب أصل الكتاب وكتابك أصل كيسة متشابهة وحلو علينا يلا مو بيانها يا آياتها محكمات كهم معنه ذو سنده كجرين وأخر أي كتابك قرآنك كم ذا كوكلة متشابهات وكلا معناه انه غليو ان لا اقوننا وايها واكمد متشابهات كان لكن سيده طريقه الخلف مشهور كوا مركز محكم كا معنيه سايده اما نسك معنيه لا هبو وابي كما دبعان ايدا سا اوتاغن
مدان متشابهة إن لغو فسر سابتها مدان محكم كاهو معناه ذو عدي هاي معناه خلاف سن إن متشابه لغو فسره وحين غني سام محكم كاهو إلا بينيو مركب محكم كمر والبوح أستان ويا هي أتاني هاي متشابهة وضدي لجمر لا يصير الله فسرها متشابهة الله فسرها هي محكم كسوى فخصن دليل كان أما نس كان معنيه سوء عدي هو واضح ويا هاي معناه وافخصنا متشابهة مر والبوح فسرها هي آيات التنزيه واضح وتلمامها إلهي مخلوق إن الله كيسين نص كان متشابهة خص بوحاء أمر والبا معناها آيات التنزيه إتلمامها يعني معناها وافق سنة كفة ستوى الضروري ولا قام مرمى أما هالنقطة تفسير كاسلف العلم كل سئ قبان أه ظاهر كان نص كانت كسرت ماشى معناها مراد كإله دين أوديس إلى آيات التنزيه مديدة ينتاس وحقول الديدة هي أن ترى يد الله صاغة وقعنت أن نقوى أن نقانه وقعنت أن نقانه هدا ترى مكان ليس كمثله لم يكن له كفوا أحد دنيو كو الله متكا إيو مرت ayadaha lamid ka ah u taagan macnaha noocaas meesha inay ka saaraan wax daahan oo san ku sugnayno ayaga macnahoodu u cad yahay see yeelaysa si aad yeesho ma helaysid haba yaraatid mutashabihaadka mar walba marka waxa loo celinayaa ayadaha muxkamaadka waraga fasiray dariiqasi mareen al mutashabihu mutashabihu fil asli asalka dhexdiisa kullu ma wa wax walba la yahtadi ilayhi ma gaal insaanu insaanku usan u hanuunin insaanku ujeedadiisa waxa usan aqoonin dhamaan waxa la yiraahdo mutashabihu wax dheh galay والمراد به هنا لكن متشابها ما شاء وحلو لجدا ما جاء في القرآن وحكوا من القرآن وسنة صحيحة حكوا من سنة سؤال مشهورة ومن النصوص التي نصوص تاسو يوهم ظاهرها مقال كذو أمت سينا هي مشابهة الله إلهي وكاشيس تعالى لخلقه وواجهه حتى متشابها وحلو لجدا قرآنك أي حديثك سنة النبي وصحيحة لها متواترة وحكوا من النصوص ومركا مقال كذو أمت سينا هي إلهي مخلوق وواجهه قال الراغب الأصفهاني وحاويري رحمه الله تعالى كتاب كسل إلى مفردات القرآن مادة الشبه مركو كالهي وحاويري والمتشابه متشابه من جهة المعنى حق أجيدك أوصاف الله معناه أجيدك متشابه لقليه وإلهي أوصافك ستعالى وأوصاف يوم القيامة وقيامة ما لم يهدت لمامها إسكال هذا وحاولنا أن نقرد لها قلق ونبع أن نواغوني فإن تلك صفات صفاتك لا تتصور لها أنا ما نصور ما صفاتك إلهي هي صفاتك قيامة أمور كذا وحنا نصور ما يمان سابتم حيتهاي إذ إلا كان لا يحصل كان الشأن يوحو هذا لا يحصل في نفوسنا أنا قال نفوسنا نحن إذا إنا نكح سلين صورة ما صور كيسا ما قال الله نحسه أنا قال أنا الأركينين وأنا قال إنا نوحي سنقى من مقال كذا قلبي أنا مقلي كرو وأنا قلبي أنا قلها هي وحواسه إنه سوء قدر إنها روحي قطان قلبي أنا مقال يكون ربا يعني قدار كاسات في رسي قدار كي الله ابتدى وكو صور ما هي سلوي هي مدبك أولي هي يغاب كو سبسي هي مركا أنا قال إلهي صفات كيسا إيا آخرة أمورتا كو سابسن بعدما حواس الناس وجد بسوا قبطي أنان هينين وقلبي أنه حليه أم وقال سكر معناها سماها كو إذ إلا كان شأن يقوحها لا يحصل في نفوسنا نفوس يضع إنا نحن لأسنكو حسلين سورة ما مقال كيسا ما قال لا نحسه أنه أنا نركينين أو لم يكن أما أنا هين من جنس ما نحسه وحا نركين من جنسي كيسا وحا نهين وحا نوم مغضى وحكو جنسي أنا هين وحا نوم مغضى أنا هين أنا قال لا أفتنا ذو حليه وحي ببن مدي سيد ريمك أم وقال سكر معها مثال المتشابه متشابه مثال كسوة من القرآن كهذا قوله تعالى وإلهي قول كسوة الرحمن على العرش استوى ويري وقوله تعالى وإلهي قول كسوة عز وجل ويري يد الله فوق أيديهم وقوله سبحانه وتعالى وإلهي قول كسوة ويري فإنك بأعيننا وقوله وإلهي قول كسوة لتصنع على عيني ويري وقوله وإلهي قول كسوة لما خلقت بيدي مثاله متشابهة تساليه سوى من سنة كهذا قوله والنبي قول كسوة صلى الله وسلم عليه ويري ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل هاي وقوله هو النبي قول كيس صلى الله عليه وسلم يريد ضحك الله الليلة ليلة أن إلهي وأو ضحكي وحل إلى أي سمي من فعلكم أي الله ضحكي إن الله يسدك لأن الله خلق آدم إلهي آدم وأبوري على صورته آدم صورة يا مقال كهذا أكون ولدوش أيك أبوري مراحل أدوار سامرين ولفت سمت شاب حديث يعني كم يديهون ونحو ذلك يكاو حلم يتكلم متشابه في القرآن متشابه في الحديث وكواس يوحلم الله ما له ومما كنا نحو ذلك يهم ظاهرهم وقال كيس أمت فينا هي مشابهة الله إلهي وأكاسيس تعالى لخلقه وحم وقالهان إلهي مخلوق إنه أجيها الله قادنا هيا وحاسال إلى متشابه محامر كحكم كيس أمت هي علماء الإسلام كأصيانا مكجدية جهة بدلي دينت وحكم المتشابه متشابه حكم كيس من هذه النصوص متشابهة سوى نصوص تانا حكم كيس هو الإيمان به وإن الرمائي متشابهة على الوجه أن الله الرمائي الصفية سكر كذا الذي وجه كاسو أراد الله تعالى إلهي ودوني نص كان الرحمن على العرش استوى وقرآن سو ما هو أجرا معناه وحمبارسيه ومعنى حقه لكن سيد إلهي أولجه
إن الله رمى إلهي سوء لجدا أنا ولا كامي سنة إلهي سوء لجدا أي حق فيها يوم والغدع وقوين بأن له نس كان معنى إنه إليها لقويه معناها سوء عظيما وين معناها شريفا قيمة قال عند الله إله أكسين كليه بعد أن ننزه الله إلهي مركا كفق إنه كذب تعالى شرف كي سحاله قرار عن الظاهر مركا كفق إنه ظاهر كاسو المستحيل ريبتنا في حقه عن حقيقته حقيقة ديس مستحيل كاها سبحانه وتعالى وكا حكم كمتشابه ونصوص تانية وحلم متكا وقفك مسلم كهرتين ورمائيو لفظي قاني بعدما نص وكسو أرالي قرآن يحدثه عن غضبه لفظي جرائنو يهكو حدنا أجريتان كي سنة إلهي سيد أجدو إنو يهي سيد إلهي أجدو إنو يهي يصيد وكلا قفك مسلم كإنو قويو نسكا معناها إضافية إلهي حقي سأل إسلاذي معنا آدو وين بدنا قيمة قال إلهي أكتسكو إنو يهي كذب markii macnaha anaga noo soo degdegayo erayada anagu aanu adeegsano aanu naqaano meesha markuu ka saaro ilaahay laayiq aanu ahayn markuu ka saaro ka bacdi inuu dareensanaado macna inuu leeyahay aad qiimo galwo ilaahay munaasib ah anagu aanan garanayn rumayna xukumka mutashabiha qofka muslimka uu leeyahay waa kaas hada huwa alqadr almushtarak bayna alulama fi hukmihim hada wuxuu leeyahay kan huwa hada gan alqadr wa xukumka mutashabiha xukum hada la soo sheegay waa qadarka almushtarak loo wadaago bayna alulama culimada dhexdooda loo wadaago في حكمهم حكم كذا دحين سنة لو جوا على المتشابه الحكمين متشابه حكم كعلماء كل سلفا وخلفا وانتاس إن الله ما ينصوصها قابك إلهي ولا جيده معنى هذا إنه يهان لو آمن سناده لجوا يوم معنى وين أقيم يشرف قتل ماما إلهي أكتس أن كل يهين أنا وأنا نجرين حدنا لجوا يوم معناها أننا نوصل دقيقة هي رجلا أيوة كلا أنا وأنا سنة في متحوراتنا وفي العالمي معناها سمرنا بأن لو لجيدين وإلهي مستحيل ككا taas markii la gooyo ka bacdi macna la aan naskaani inuu sanayna macna u leeyahay qiimo weyn ku fadhiyo oo ilaahay uu ka warqabo munaasib ah taas markii uu leeyahay waa qadar culimadu salafan oo khalafan mutashabiha isaga waafaqsan yihiin oo ku leeyihiin thumma ikhtalafu waxay isku khilaafeen culimadii fiima waxay isku khilaafeen amar dhexdiisa waraa dalik inta wixii dhaafsiisan ayay ku kala leexdeen wa man shaul ikhtilafi ikhtilafku maashu ka urtana jaa waayahay waa u yimid ikhtilafka manshiisuna waa u yimid من فهمهم أي يكيمد علماء فهم جودة لآية المتشابهات أي فهمين واختلافهم إسخلافين دودة يكيمد في محل الوقوف استاجى محل كيس إسكو خلافين في قوله تعالى إلهي يقول كيس قولك أنه سنة هذه خلاف كعلماء وإسخلافين أنت كدب وحا يكيمد آيات متشابهة إلهي يكسوا قاضي فهمك أي أوليهين سيدة أوليها إيا سيدة وكلا محل وقف كآيات داس وإسكو خلافين أرنت وحكك على هالكاس وإلهي يحويل وما يعلم تأويله متشابهة تفسير كي سيئ جدري سما قرانا هايو إلا الله إلهي أون موية هل كاسا رقم حال وقف إكاد ديجان إلا الله مركا معرفة المتشابه وحا متفرد لنوض إلهي دريقا غلاس إمارا وسلف معلوم كوذو أيضا موقف كماشي كاد ديجان والراسقون والمستأنف مركا لقا ديجو راسقين تا أيانا وحا لقو أمانا رقع علمي كسو من هذا متشابه دريقا أغاق إني راد كيهين وآه إلهي إني أغل هذا وحا أتلما ويجددي سيئنا يوعليا حنا وحي مرن محل وقف كدغان الراسخون الا الله والراسخون في العلم في العلم موقف كدغان هلكاس في العلم هلكاس كو استاغين او marka متشابهي معرفتي سا marka waxaa wadaaga ilaahayna waa ogyahay dadka cilmiga ku sugnadaana way ogyihiin maqalada abdullah ibn abbas sidaas ay waafaqsan tahay hagna mowqifka halkaas ka dhigano marka waxa yiraahdeen taawilka mutashabiha ilaahayna waa ka warqaba dadka ahlul cilmiga oo jahabidada hina way ogyihiin marka fahmiga ayada la fahmay iyo mowqifka aayada ama waxa loo qafka aayada culimadu inay ku kala leexdeen arintaas waxay curisay ama saabtay inta wixii ka dambeysay in lagu kala aragti duwanaado qala jumhur salaf waxay yiraahdeen in lagu qafay istaago fil aayada aayada dhexdeeda istaage ahaday ala lafdil jalaala jalaalada lafdigeeda lafdiga korkiisa lagu istaago laasim aayada dhexdeeda lafdil jalaala lagu istaago khasab yiraahdeen illa allah lagu istaago wa alayhi كو على قول جمهور السلف قوله تعالى إلهي قول كيسا والراسخون أو يري الله واو واو وفيه قول كالحي ساهات استئنافية ورعصوا كعاه وعرن يبلغ من اللون اسبه والجملة جملة بعده بعد الواو والجملة كدما يسا والراسخون في العلم يقولون الراسخون مبتدون يقولون جملة سوى خبرك جملة كدما يسا مستأنفة وجملة عرن يسا عصب تهر أن لحيرين وبناء لسيد على ذلك وقفك إعرابك دش سلبودس يكون المعنى معنه روهانها أنه لا يعلم تأويل المتشابه متشابه تأويل كيسا ما يغان إلا الله فقط إلهي أون موي يفوض العلم وقال بتأويله تأويل كيسا لو قادوا إليه إلهي حقيسا سبحانه وتعالى ويهي أيا يفوضوا حال الله بنيها يا العلم وقال بتأويله متشابه تأويل كيسا معنيه سلو قادوا إليه إلهي بالله بنيها يا سبحانه وتعالى إذ هو محايا الإلهي تعالى شرف كيسا حال وكر هذا أعلم بمرادي سقه هذا وجد كيسا
ولا نشتغل بتأويل شيء شيء فسريد يسأشكوه لمن أمي ذلك وتشابهها كمذا هذا بعد غدعهم مركز سأل لي هاي معناها نسك لو بيجد إلهي ذا لو الدين هيا وحبا تفسير معنى لو رأي ما يلي هاي وبعد غدعهم أي ما لو حوليها سلف أقوين تودك بعد أيها الكان يا هذا بأن الظاهرة أقوين هيا الظاهر كالمستحيل إرابتون في حق الله يعني حقيقة الله كربتون تعالى سلف كسو حالو كره هذه غير مراد إن يقويان ظاهركم مد للدونة إن أهين اللوجه مركي يقويان كبعد إليه معناها أنه معين إنه معناها وحان لنا نس كان معنا إلهي مناسب وهل اللوجه ده أنه أنا قرين ما ندحق لينه لكن ومركي معناها لفظ كان أنه أنه أديك سنو أنه غانو إن اللوجه ده مركي يقويان كبعد معناها سي غير مراد له إلهي مد للدونة غير كيروه سبحانه وتعالى ولا لرسوله هذه رسول كسر فلنا رسول كانوا سنة وجدنا أن الله فجأة أن الله غنوا بني آدم ككتب على غينا أول جيدين مركي الله جويك بعد هذه القرآن ويهنا إلهي نوسان الله فجأة معناها أن الله غنوا الناس تدري أن أول جيدين مركي الله جويك بعدي يا وحي الله معناها مناسب ك أول جيد الله فجأة إلهي بيا غنوا وحنا هو بناء إلهي معنا إلهي مناسب ولكن أنا ما عينا إنه من غنوا أما الخلف خلف قالوا وحي إلهي إن الله وهو في قوله تعالى كسب ناطي الراسخون أوضاس الراسخين كجته عادفة نحي إلى هذين وعادفة راسقين عطفة وحكو عطفة يسأل الله وما بعدها وضوح حكا دنبينا معدوف على لفظ الجلالة لبعطفة موضن وغف كنوا في العلم علم. وعليه يكون معنى الآية عليه وحليها على طريق الخلف ما على قول الخلف خلف طريق يقول كذا قول كدوشيسة يكون معنى الآية أيضا معنى يدوحوا هنا يا إن الراسقين كوا السقناضي في العلم كسقناضي يعلمون تأويل المتشابه إلا الله والراسخون في العلم مركي الليلة متشابه معنيه سمية تأويل كسمية غانو إلا إلهي يعلمك كوا كسرنا هذا ما كعلمك كوا كسرنا هذا أيقونا وحصل بحين يقانا تأويل المتشابه وعلى أي حال حالا بدي كهدوش هذا فإن كل نمانه من الفريق سكوا صدوب حالك سكوا صعالك النقض فإن كل نمانه من الفريقين إلا ماذا قولك كم إذا سلف خلف لا يضلل ما أبادك حكمها يا الله آخرك كلا قولا والبقلا ذا كلا إذا اللوصان الله فعتوا بينك هيدا ما رأى لقم سوقوري كيف سيدابا يضلل أحدهم الآخر سيابا أبادك حكمنا يا متكوتك كلا وقد نقل حال كل ما لا سوغوريو من المذهبين لماذا مذهب التاويل التفيض لماذا مذهب مثل ابو كميدا ايو لا سوغوريو عن سلف الامه لا سوغوريو من الصحابه سلف كاسي صحابه والتابعين وتابعيهم قلنا بعدكم صحابه لفتي يا لا دخلاي تاويل كنوع اسا لا استعمالي رغت تفيض كاسي استعمالي هدي marka qolo la faatoobin ku hayso marka saadood iyo dagaalku baa muuqalaha qolana dhihla qolasa khaldan walaqad ajmala wa khuli hujjatul islam al-ghazali rahimahu allah ta'ala hay ما يجب على المسلمين عند سماعه لهذه النصوص بقوله الجامع العوام قد لقد أجمل الله سبحانه وتعالى